عائشة سجيد فنانة من الفنانات اللي اختاروا التمثيل واختارن اسمها بالأدوار المركبة. أنا جيت عندك اليوم باش نديك تبات معايا حيت خوك كريم عنده عيد ميلاد. تزادت عائشة سجيد سنة 1952 بحي سوسيكا بمدينة الدار البيضاء. عاشت في وسط عائلي ميسور، وبحكم الانتظار الطويل للأب ديالها لإنجاب ولد يحمل اسم العائلة تكونات بينها وبين الأب ديالها علاقة قوية. عائشة كانت قريبة لبوها بزاف، كان بو أحمد الله يرحمه ما عندوش الولاد، عنده غير عائشة وفاطمة وأمينة. ديك الساعة السي محمد يالله ما جات الأخر والصغير كان كيقول لها وليدي، ما كيقولش لها بنتي. كان دائما كينتظر باش يتزاد عنده ولد، لان عنده بنت خصو ولد، لان كتعرفي العائله دائما كينتظروا ولد يكون في العائله باش يحمل الاسم ديال العائله. فملي تزدت انا تزدت بنت، فداك الحب وداك الانتظار اللي كان عند الوالد ديالي كله كبوا فيا انا لي بنت، بقى كيعاملني دائما بحال الولد، كان دائما انا في جنبه واللي طلبتها كيعطيها ليا. وخا تزادوا خواتاتي ثلاثه من ورايا ما تغيرش داك الحب ديال الوالد ديالي. تمكنات سجيد من تنميه حبها للفن عن طريق ترددها المستمر منذ طفولتها على دور السينما لمشاهده الافلام المعروضه في ديك الوقت. هكذا ملي درت هذيك 6 سنين 7 سنين كيشد بيدي وكيديني كيهبطني هنا للمدينه يديني السينما. وعلى ذكر السينما كانت في جنب الحي ديالنا، لان كنا كنسكنوا في حي سوسيكا، كانت في جنبنا واحد السينما شريف. الوقت اللي كنت نشوفوا بواتنا مشاو للخدمه كنمشي عند واحد كيقول لي با محمد هو العساس ديك السينما، كندخلوا فابور تقريبا الفيلم كامل 7 ايام كامله كنتفرجوا فيه. لما تفرجنا فمع الجوج ملي جاو من المدرسه مع الخمسه نمشيو ندخلوا ذاك الفيلم. فيلم عربي هذيك الساعه كاين غير افلام مصريه. فهاد السينما نمات الخيال ديالي وانا صغيره. بديت كنتخيل شفت شي فيلم وتخيل شي مشهد ونجي نبدا نحكي لامي ونعاود ليها الفيلم من الاول حتى الاخر. فتكونت عندي هاد الحكي. الاذاعه هي الاخرى كان ليها دور آخر في تكوين شخصية عائشة سجيد الفنية. كانوا كيدوزوا مسلسلات إذاعية وكيدوزوا روايات، فدائما مع السعود اللي كتلقاني حتى ودني على الراديو. كان نوجد هذيك الساعة كنت في ابتدائي في مدرسة الاتحاد في الحي المحمدي، كان نوجد جميع الدروس ديالي ولا عندي حفاظه ولا عندي تمارين، ومع السعود خصني نكون جالسه حتى الراديو كنتبع شي مسلسل اذاعي. هذيك الساعه كنسمع امينه رشيد، حاجه امينه رشيد، وكنسمع حبيبه مذكوري وعبد الرزاق حكام الله يرحمه. يعني كنت مولوعه بالسمع ديال الروايات. بالاضافه للتردد المستمر على السينما والاستماع المتواصل للمسلسلات الإذاعية، غتبرز موهبة عائشة سجيد الفنية داخل المخيمات. ملي شافني با هكذا ولا كيصيفطني للمخيم ديال الشركة اللي كان كيشتغل فيها مع بعض البنات اللي كانوا عندنا في الدرب وهذا، وحنت كانوا في نفس با كان كيخدم مع دوك الآباء في نفس الشركة، كنا كنمشيو تقريبا في 1958 وانا كنمشي للمخيم حتى 1961. ملي كنمشي للمخيم كنت نهشطة نهضر مع البنات وكنحكي ليهم الا شفتي الافلام اللي كنشوف. يعني ملي كنمشي ديك شهر 5 ايام في العام حنا كنا جريئات بزاف انا وياها، زعمات بزاف. في ديك الوقت كنا كنديروا حنا التمثيل، كيجيو النصارى كيقول لك هاد الدريات بشوش خصهم يمثلوا. ما كان ديك الساعه لا تكاشط لا ولا ماشي بحال دابا، انا كندير لي زار وهي كتمثل الرجل وانا كنمثل المراه. كان كيتفرج علينا مسكين مسيو غايار واحد النصراني هو ديريكتور ديال الواينو. هذاك الوقت اللي جا حنا كنديروا التمثيل، الوقت ديك الوقت قال لهم هاد البنت على عائشه خصها هذه كتصلح التمثيل. سنه 1963 حصلت سجيد على الشهاده الابتدائيه من مدرسه الاتحاد
وانتقلات لثانويه الرشاد لاكمال دراستها. ديك الفتره غتتعرف على مسرح البدوي. سمعنا بلي مسرح البدوي كيقدم عروض ديال الطلبه وكيبيعوا واحد البطاقه ديال انخراط مشاهده عروض طلابيه. وعملنا هذوك البطائق ديال المسرح الطالب باش بغينا نطرقوا وندوزوا لهاد الجمهور العريض اللي في بلادنا وفي مدينتنا وهو محروم من المسرح. انا ما كنعرفش هاد النادي، ما كنعرفش فين كاينه الفرقه، ما كنعرفش. كانت عندي واحد الصديقه ديالي في الثانوي، دائما انا وياها كنجلسوا في بلاصه واحده، قالت لي اجي انا كنعرف النادي ديال المسرح البدوي راه في قصر يتحفاري في واحد البارتمان الفوق. قلت لي انا عمري ما وصلت تما القصريه، انا كنعرف غير من الطوبيس لساحه كانكوز. كنت كنقرا في معهد الرشاد الثانوي، هو قريب تما كاينه، ولكن ما عمري دخلت معاه شي زنقه ولا مشيت للساره ولا كنمشي كود ونجي كود. قلت لها ملي كتعرفي غنمشي. حصلت سجيد على البطاقه، فكانت كتحضر باستمرار لمشاهده العروض اللي كانت كتقدمها فرقه البدوي، لكن في الاخير غتنضم للمركز البدوي المسرحي. خلال داك العروض كل شهر كنخبروا الشباب، كنقول لهم راه حنا غادي نفتحوا مركز ديال التكوين ديال المسرح، واللي غادي يشرف عليه الاستاذ عبد الرزاق البدوي والاستاذ عبد القادر البدوي، واللي بغى ينخرط يعمر هذه الاستماره. وكنا كنفرقوا في كل نهايه العرض في كل شهر استمارات باش كيعمروا. من ضمن الاستمارات اللي جاوني جاتنا الاخت عائشه بطبيعه الحال، بداو خديناهم وبداو كيعملوا الدروس، ودروس موازات مع العروض الشهريه ديال الطلبه. كانت واحد الطريقه عند الاستاذ عبد القادر البدوي، لما كيجي ممثل ولا ممثله جداد ما تيخليهمش يمثلوا دغيا، سير واجي اجي اليوم هاك قرا هذا الكتاب، خذ هذه المسرحيه، سير قرا هذه، ما تيبغيش يعطيك فرصه دغيا باش يشوف واش غيتمل وتمشي في حالك ولا غيتبقى في الفرقه. عائشه كانت من الناس اللي جايه مصممه انها تكون ممثله. الآنسه عائشه في هذاك الوقت لما كنعطيوها واحد المسرحيه، اما مسرحيه تاريخيه او مسرحيه اجتماعيه او دراسه في المسرح، كتجيب لنا عرض في الاخير على انه قرات داكشي واستوعبته، وبدات هي كتطلب هي كتب اخرى اللي تزيد تستافد منهم. معنى هذا بدينا كنكتشفوا حنا داخل الفرقه تزارت عندنا واحد الممثله مثقفه وعندها ايمان بالمسرح وغاديه تعمل المسرح. تمكنت ساجد من الالتحاق بفرقه البدوي والقيام رفقتها بعده اعمال، لكنها سنه 1968 غتقرر انها تبحث على وظيفه تشتغلها الى جانب المسرح. ما كنتش كنتقاضى واحد الاجره، كنت كنمثل ونمشي في حالي. حتى 1968 ملي شفت هكذاك قلت راه نقلب انا على وظيفه بحال البنات. جا واحد الامتحان ديال كاتبه الضبط في المحكمه، مشيت دوزته، وثاني دوزت امتحان ديال المذيعه في الاذاعه اللي كانت حدا المسرح. تمكنت ساجد من الحصول على الوظيفة، لكنها غضطر أنها تتخلى عليها بعد ما دخلت فرقة البدوي لمرحلة الاحتراف. وكانت نجحات في ذلك البروميسيون اللي دوزو، ولكن أنا قنعتها على أنه رحنا الآن عملنا مسرح البدوي بس كلنا تفرغنا، غادي نتفرغوا لخدمة المسرح والمسرح الاحترافي، ولا بغينا نكونوا محترفين لهذ المهنة خصنا نكونوا مفرغين، ما يمكنش كل واحد كيقرا ولا واحد خدام ولا واحد هذا. فقنعتها وقررت انها تفرغ معنا حتى هي في مسرح البدوي. سنة 1969 غتقاضى سجيد أول راتب شهري في حياتها، وكان بعد أدائها الأول دور مركب واللي ترك اسمها مقتارا بهذا النوع من الأدوار. غادي نضطروا ان عائشه الصغيره ولكن ذات العقل
الناضج ان غادي نعطيوها واحد الدور من اصعب الادوار وهو الدور ديال واحد السيده اسمها قرميمه. هذا الدور ديال قرميمه هذه واحد المراه كانت السن ديالها خصو يكون يبان عليها وتلعبوا ديال 70 عام وعزيز عليها التعاوي كتداعى وتداعى ولا ما لقاتش تم عم الداعى تقدر تدعي ولادها ولاد ولادها كذلك كتلعب نفس الدور مع السعد قادر اللي كان كيلعب حتى هو الحاج المغنان واحد المغنان كيتداعى معك على والو الا تغننتي معاه غير على شي حاجه يقدر يدعيك. انا والله الحاجه واخا راه نقول تعيدي ما سمح لي انا راه كنت خرجت نسالي الدعاوي اللي عندي كانوا باقي ليا شي ربعه ولا خمسه وكان وحده منهم ضد راجلي والاخرى ضد ولادي والاخرى ضد بناتي والاخرى ضد بنات بناتي هي سعادتك الحاجه عندك مستقبل ديال الدعاوي يمكن لي نقول انه من بين الممثلات القليلات اللواتي يؤدين الادوار التركيبيه وكما نعلم الادوار التركيبيه هي صعبه جدا وكنت كنوجد فيها دائما ذاك الممثله القويه العنيفه لانه في بعض المرات كنت كنتخلع من 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 كيفاش هي كتدخل في هذاك الدور فهمتي وربما كانت كتفوت الحدود ولكن لا هذاك هو الاندماج المسرحي اتقنت ذاك الدور ملي كندخل ما كيعرفونيش واش انا عائشه ساجد في النهايه من بعد ولا كيعيط عليا غير قرميمه نسى السميه فين ما يقول يبغي يعيط عليا عائشه كيعيط عليا غير قرميمه أكلي راه غادي يكنيو عليا قلبي ما بعيد مني السي الزعري غتعرف نفس السنة أول جولة مع الفرقة غتقوم بها ساجد خارج أرض الوطن بنفس المسرحية هذه المسرحية غادي نمشيو نعملوها في الجزائر عملنا بها جولة في الجزائر كبيرة ولما عملنا في الأوبرا ديال الجزائر أول عرض كان المسرح مملوء عن آخره ففي الأخير تكبوا علينا الصحفيين وكيقولوا لنا فينا هي ديك العجوزه وين الممثله العجوز باش نسلموا على زعما العجوز هي العجزه قرميمه وهي عايشه تخرج من اللوز لابسه موديل ونقول لهم ها العجوز قالك والله لا والله لا ما تقول والله يقول لا كاينه العجوز قال والله اذا هي هذه السيده هي اللي لعبت العجوز وديك الساعه عايشه ما بقات شابه بعد مسرحيه وليدات الزنقه قدمت ساجد اعمال اخرى مع الفرقه كمسرحية وصية الثعلب سنة 1983 ومسرحية بيوت من زجاج سنة 1986 خلتيني اليوم اش كتقول يا زيد وقبل من اليوم كل يوم كل لحظة من لحظات النهار كل تالية خيانة مستمرة ومسرحية خالتي سوسو سنة 1992 وفي سنة 2000 قدمت مسرحية المنحة في الطعام ايوا يهبط لي الدم شتي ما كان عارف اش كنخرج مع فمي شتي شتي دابا الله يرضي عليك الا ما قول لي غافين فين يمكن لي نلقاه الى جانب حب التمثيل بينات عائشه ساجد عن حب اخر المهنه تصميم الملابس هاد المهنه كانت موهبه بالنسبه لها منذ الصغر وقامت بصقلها بعد انضمامها للمسرح البدوي اولا كانت كتكري الملابس ديالها الراس كانت على حسب العمل تيمكن لها تصوب ملابسها تصممهم وتخيطهم وكتصمم لبعض الممثلين الاخرين وتخيط لهم كنشري كتب كيجيو على برا وكنشوف ونشوف كيفاش هذه كتخرج كيفاش تخرج هذا الموديل وكيفاش هذا وليت حتى من حوايجي كنمشي نشري التوب ونبدا نقول انا غادي نصوب هذه الصايه نصوب هذه يعني بقات غاده معايا هذه الموهبه الخياطه من حسن الحظ ديالنا وحظها انه عبد الرزاق هو اللي كيشرف هذيك الساعه على التخطيط ديال الملابس والتخطيط ديال الديكوراج هذا فساعدها فكيف قلت لك خدات حتى هي المهنه وخلصت المهنه وصبحت هي الوحيده المصممه ديال الملابس بل ان حتى الملابس اللي كيكونوا صعاب في الخياطه هي اللي كتخيطهم مهمه اخرى غتنضاف لائحه مهام عائشه ساجد وهي مهمه توزيع المناشير في ذاك الوقت الفرقه كتعيش بامكانيتها الخاصه
ما عندها لا منحة لا دعم لا والو. كيخص ملي كيجي العرض خصهم يديروا الدعاية لا للطلبة ولا العموم. كيخص كاع دوك الناس اللي في الفرقة خصهم ينوضوا يتجندوا باش يوزعوا المناشر اليدوية. وكيمشيو مع العشرة ونص ديال الصباح ولا الحداش وكيقفوا في باب ديال الثانوية وكل ثانوية واقفين عليها جوج، إذن منهم عائشة ساجين كيوزعوا المناشير كيوزعوا مع الطلبة. في 79 كنت دوز هذيك البيرمي وليت أنا كناخذ الطوموبيل وكنركبوا ليها البوق وكنهز معايا شي واحد من الفرقة وندورو في الأحياء الشعبية وهذا باش نديرو الدعاية للعرض باش يجيو الناس. فتصور أن مثلا نتكلمك على مسرحية العرس ديال دوستويفسكي، عايشة لعبة فيها البطولة وكتمشي توزع المناشير، فهذوك الطلبة اللي غايجيو للمسرح كيستغربوا لما شافوا هذيك السيدة اللي وزعت لهم المناشير هي لعبة دور البطولة. فأغلبيتهم جاوا للكواليس أولا كيحيوها على الدور ديالها وكيحيوها على التضحية ديالها لأنها كتشتغل من أجل المسرح ماشي من أجل غير باش تبان في المسرح وتاخد الكاشي. سنة 1972 غتقوم ساجيد بتمثيل أول فيلم جسدت فيه دور البطولة إلى جانب عبد الهادي بالخياط. هذا الفيلم كيحمل عنوان الصمت اتجاه ممنوع وهو أول فيلم غنائي من إخراج عبد الله المصباحي. الفيلم كيطلب منها واحد النخوة وتكون واحد بنت عائلة أرستقراطية كبيرة وتكون كتعرف تسوق السيارة وتركب على الخيل. فأول ما درت أنا أديتها لواحد المحل عندنا ديال التدريب ديال الخيل هنا في الدار البيضاء، جيت عندي ودخلناها تما عملت واحد تقريبا شي 7 ديال الدروس ديال الركوب على الخيل وهذا، وديناها للمسبح البلدي باش تعلمت العوم لان كانت كتخاف تتعوم. قلت لها والو غادي تعلمي تعومي. واحد الوقت زعما كنحصل عليها الخيانه، ايوا غادي يجيبها للدار وغادي يدخلها وغادي يحيد الصمته من 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 السروال ديالو وغادي يبدا يصطخ فيها. ماشي دابا هذا هو المهم، دابا راه كنصوروا وكنصلخوا فيها وكيكون المخرج بانت له اللقطه ماشي هي هذيك، وكيخصنا نعاودوا ثاني نركبوا الصمته ونعاودوا نشبتوها ونعاودوا نعذبوا هذيك الانسانه اللي بصراحه حسيت بها واحد الوقت كتعلم. وقلت لها خويا بركه راسي بزاف وكل مره نضرب. قالت لي لا عاود السيد بدوي عاود الدور خاصنا الدور يخرج مزيان. من بعد هذا الفيلم ما كانش الحظ الى جانب عائشه ساجيد، فما حضرتش بدور البطولة في افلام اخرى وكانت كتكتفي بادوار ثانوية وبسيطة كدورها في الشريط التلفزيوني شادية لدريس شويكة في 2001. لكن سنة 2005 غتعود عائشة للبطولة من جديد في فيلم الحب القاتل من اخراج حميد الزوغي. قاتل ما تهضرش ما تردش عليا الكلام ولا قلتها لك هي اللي كاينة. انت ماشي قومتي، انت عنصرية، ما نعرف شنو غادير لي بغيت صافي البنات لا علا والعيالات لا علا. حميد الزوغي هو اللي اختارني قال لي انا هذا الدور ديال عائشه ساجيد هي هذيك اتصل بيا. وكنت متخوفه بزاف من هذا من هذاك الدور اللي قريت السيناريو لان بان لي دور صعيب وما غاديش الناس يتقبلوه، تخوفت بزاف. ولكن ملي جيت نشوف كنقول علاش ما نعملش هذا الدور، عمري عملت هذا الشكل. ولعبت واحد الدور ديال الام الغيوره على ابنها وكان حضورها متميز وكيف تتحدث الى ابنها وكيف تنظر الى تلك المراه، بمعنى انه واحد الوقت كتستفز المتلقي المشاهد كيكرهها وكيقول هذه المرأة قبيحة، ثم واحد الوقت كيعاد كتقول لا راه أم خايفة على ولدها إلى غير ذلك، بمعنى أنه تستطيع أن تفجر فينا كما قلت تلك العواطف وتلك الإحساسات وتلك المشاعر. كنت كنمثل أنا هذيك المرأة والله إلا كنبكي بالصح، وملي كنت في ذاك المشهد اللي بغى نقتلها ودخلت عندها لكاب وهذا راه عذبتها مسكينه هذيك البنت. في النهايه ديال هذاك المشهد
كنعنقتها وكنطلب منها المسامحه وهذا ما رحمتهاش. ملي داز في المره الاولى وبديت كنتلاقى مع الناس وداكشي يعني كانوا متخوفين منه، ولكن الولاد الصغار متخوفين اكثر، بينما ملي كنكون غادي وعرفني شي ولد صغير ومع ماما ولا بابا كيتهرب ويتخزن وراء ماما، عاد كنجبدو انا ونبوسو وهذا كنقولو لا ديك راه غير كنت كنمثل انا راه ماشي هكذاك. الى جانب المسرحيات والافلام قدمت ساجد بعض المسلسلات التلفزيونيه ايضا، واولها بنك القلق، ثم مسلسل بوعزال حكيم سنه 1988 اخراج احمد حيدر. غادي نخرج من هذه المصيبه اللي وقعنا فيها، لازم نوجدوا حل قبل ما يفوت الوقت. على كل حال عندنا مهله نفكروا فيها، ما تجي فين توجد وتبحث وتظهر براءتك. وسنه 1996 شاركت في مسلسل طريق المجهول من تاليف محمد احمد البصري، لكن سنة 1997 غتقوم بالمشاركة في مسلسل سرب الحمام من إخراج محمد عاطفي. هذا المسلسل قدم صورة أخرى لعائشة سجيد للجمهور المغربي. مرحبا بكم يا قود قود سلطوار. اتصلوا بيا باش نشتغل وهذا، وقلت لهم واخا نشوف السيناريو. هي هذيك جاب المؤلف جاب لي السيناريو قريته، هذا ما باش هي فيه زعما غادي دور سطحي ما خصو. وبالنسبه للممثلين الاخرين عندهم ادوار مهمه من البدايه حتى النهايه، انا كان عندي غير شي 8 الحلقات، فرفضت المسلسل ما بغيتش نشتغل فيه. هي هذيك عاود رجع عندي المؤلف قال لي والو انا هذا الدور ديرو عليك نسيه، فهكذا ما بغيتش نضالو في وجهه، خديت الدور اشتغلت عليه، بديت كنخلق ونبدع ونقلب على البيرسوناج كيفاش نعملو وكيف واللبس ديالو. هذا الشخصيه للمراه التي تصل الى مرحله الجنون في المسلسل ديال سرب الحمام. اذا بمعنى انه كيفاش لعبات هاد المراه ولات حمقى ولات مسطيه، كيفاش انفسخت على جلدها، كيفاش تاثرت بالمحيط ديالها، كيفاش استطعت باش توصل لنا داك الحمق وداك داك داك الجنون. وكنامنوا بانه واحد الوقت كنقولوا راه يمكن هادي راه بصح وقع ليها هذا الشيء. بالرغم من مشاركتها في العديد من الأعمال، ظلت عائشة سجيد غير مقتنعة بالكثير من الأدوار اللي أدتها. كنت كنتمنى نبرز في السينما، غادي نلعب أدوار كثيرة في السينما، ولكن مع الأسف ما الأفلام اللي اشتغلت فيهم ما كنتش راضية عليهم، اللي من بعد الصمت تجاه ممنوع ما كنتش راضية عليهم، لأن أدوار سطحية كيجيبك أم ما يمكنش تخلقي هذاك الدور سطحي، وهذا هو السبب علاش ما الا ما كانش عندي شي دور مهم في السينما وعنده مكانه وهذا، واخا يكون صغير غير يكون غادي يبرز في الفيلم ما نشتغلش. باقين كيبنيو على الام مسكينه، الله كيجيبوا ممثله باش يقول له نعم وليدي، مالك وليدي تفطر وليدي، تاكل شي خبيزه وليدي، صافي هذه المدام باقي كاين غير بحال هاد الادوار، فكيتعرضوا علينا بحال هاد الادوار بالنسبه للسيده عائشه وكترفضهم. مع الاسف ان عائشه لحد الان ولحد هاد السنه 2010 باقا ما خداتش حقها نهائيا في السينما المغربيه. حياتي الفنيه دوزت غير مع بقدر البدوي، وهذا شويه كان ضاعت في هاد العمليه، لانه بقات منحصره واحد عدد ديال السنين في واحد مدرسه معينه، في واحد اتجاه معين، في واحد تشخيص ديال الادوار معينه. أربعين عام عشرة هو عنوان اخر عمل كتشتغل عليه عائشه سجيد مع فرقه البدوي. 45 سنه من تقديم اعمال مختلفه، وما زالت عائشه سجيد متشبته بحبها للمجال الفني اللي كتطمح تقدم له دائما أعمال لتعطي صورة أخرى لها عند الجمهور المغربي.